عشان احنا عاملين امبارح كان في جلسه لمجلس الاداره نلعب الماتش في قطر او ما نلعبش. في وجهه نظر اتقالت على الطاوله، وجهه نظر رياضيه نلعب الزمالك يلعب في اي مكان. قلت امثله للسكواش، سكواش رئيس الاتحاد على ما اعتقد عاصم خليفه اسمه كده ولا اسمه عاصم خليفه. المنسيب مين؟ الوزير المعزول خالد عبد العزيز. طب ما هو خالد ابنه شغال في قطر. عادي سكواش ابن خالد عبد العزيز شغال في قطر. وعاصم جوز اخت خالد. فدي عيله قطريه ده بالي بيها. قطر سكواش كده سكواش. ف وجهه نظر ده قطر بيظهر نلعب. وجهه نظر الاله الثانيه هتشوفوها هتوزع عليكم عشان ما نعيدش الكلام اللي بس مختصر كلكم كتبتوا فلاشه. هتنزل على صفحتنا وهتنزل على صفحتنا صفحتي وصفحه النادي وكل واحد ياخد فلاشه هيعرف الاسباب بالتفصيل. لكن انا هنا مصر عشان ايه؟ ما نقولش كلام غير الاخوه وليهم كل احترام في مجلس الاداره لان وافقوا على اللعب في قطر بحترم وجهه نظرهم لانهم قالوا اسباب. لكن التصوير لا مش هنلعب في قطر. خلاص قرار مجلس الاداره احنا بناخد اصوات. المجلس خد قرار بعدم اللعب في دويله وعدي البلد. اسمعوا الاسباب كتير قلنا باختصار لكن في الفلاشه اللي خدوها فيها التفاصيل. هو لا اتحاد افريقيا يلعب في السوبر فيل في دولة أو في أرض محايدة. مظبوط؟ قطر أرض معادلة. كأني رايح تل أبيب، الدوحة بالنسبة لي تل أبيب. اسطنبول بالنسبة لي تل أبيب. قلت لك دول معادلة. ليه معادلة؟ أولاً بتحرض على أهل بلادنا ضباط وعساكر في سيناء. حرضوا على قتل النائب العام المحترم انشاء البركات. حرضوا على قتل وزير الداخليه محمد ابراهيم كان من سكان مكه. كل يوم شهيد. وانتم شايفين قناه الجزيره العقيره. يوميا بتحرض للفوضى في بلد. في المحايده. حد بس يديني اوراق المحايده. واذا كان الاتحاد الافريقي والست فاطمه صاموره دي ولا صاموره مصممه لا تستفز مشاعر جماهير الزمالك. هي والاخ رئيس الاتحاد صراحه بينهم مش مشكلتنا. كل شويه يهددوا هننقل المقر. ما تنقل المقر. المقر ما بيخدمش الا نادي واحد هنا فقط. وفكروا هم لما وقفوا رئيس نادي الزمالك سنه كان رئيس نادي الزمالك عمل ايه؟ ولقوا الايقاف قبل الماتش عشان كانوا عارفين ان النهائي لازم احضر وان هم ممكن ما يحضروش. ان الزمالك مش بيقول لك تحت ما تقدرش حد ما عادش مش حصل. ادي واحد. اثنين هو مش تقرير حق المباراه بتاع الفريق اللي احنا لعبناه ده بتاع السنغال. اعتبر الزمالك كسبان 3-0 مش حضرنا الماتش. ولا ما عندوش. هو مش تقرير حتى تقرير مراقب المباراه دوت مش احيانا بيغير النتيجه. يعني الحكم يحسب حاجه والمراقب يحسب حاجه ثانيه والمراقب وعيد الماتش واحنا بنعيد ولادنا برضه دخلوا ماتش الاعاده خسر الماتش بتاع مصر عشان نادي اسمه مصري في الدوري. نفس الكلام حصل. انت ليه عايز تلبكني وترخمني؟ موضوع سهل جدا. أنا بقول لك من فضلك ده نادي الزمالك في أفريقيا. بيلعب نادي الترجي التونسي المحترم في أفريقيا. يبقى المفروض الملعب في أفريقيا. أنت قابض من قطر وموزة دي مشكلتك. إحنا مش كفاية بجرجرة. ومصمم إنك تلعب هناك. طب إزاي مسابقة قارية بتتلعب في قارة أفريقيا؟ عامل السفر بتاعها في قريه ثانيه اسمها اسيا.
وفي دولة معاشرة. دي مؤامرة ضد الناس واضح طبعا. يقول لك نزلت مؤامرة؟ طبعا. ودي بقى كده ان انا لما قلت عندي استعداد العب في تونس في التراجع التونسي. يوسف سليمان عرفت في التراجع عمل بيان قال لي عايزين نلعب في قطر. انا اسف يعني هذا موقف يعني النهارده لما التراجع يقول انا عندي استعداد العب في مصر اقول له تعالى نروح نلعب في قطر. موقف غير طبيعي. ناجي يقول له من فضلك انت المنافس حكيمه هلعب في ارضك لان تونس دي ارض شقيقه. بلد محترمه. سمعت ان النادي التراجع عمل بيان قال لك لا احنا عايزين نروح نلعب في قطر. هو انت بتلتزم الفرصه؟ مجلس الاداره قرار امبارح وله الاسباب. وفي النهايه الملف كله يروح للدوله المصريه. انا قلت رايي كمجلس اداره. لن العب في ارض الخيانه. لن العب في الدوحه واحترام الشعب القطري شعب محترم الله.